السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ميعادنا مع حلقة جديدة من منهج الثانوية العامة تالتة ثانوي، وبنتكلم على جرامر يونت 5 يونت 5 اللي بنسميها روابط النتيجة أو بيسموها degree connectors. So that such that two two enough two. زمان يا ولاد لما كنت بقول ان الحاجة صعبة جدا كنت بقول very hard very difficult. So hard, so difficult, too hard, too difficult, وهكذا. بستخدم so very too بمعنى جدا. طيب ايه الجديد؟ الجديد النهاردة ان بقول ان الصفة الفلانية مش بس انها جدا انها عالية، لكن ظهر لها نتيجة، بقى لها نتيجة. اوكي، فبقول ان الامتحان كان سهل جدا that لدرجة ان الناس كلها نجحت. اوكي، اقول ان الحفله كانت رائعه جدا ذات الوقت يجري بسرعه. فعندنا النهارده اربع تعبيرات مهمه جدا بتعبر عن درجه الصفات. فبقول so that جدا لدرجه، such that نفس المعنى، too too جدا لدرجه الا، اوكي تفيد النفي، معناها نفي اصلا ان الحاجه ما حصلتش، ان الشيء ما تمش. enough to كافي لدرجة ان حصل كذا، enough to نفس المعنى. طيب ايه الفرق؟ الفرق بسيط جدا. انا في كل الجمل ببدأ جمل عادية جدا simple، فبقول الفاعل subject ثم الverb سواء كان verb to be او verb عادي، بجيب بين so و that يا اما صفة او بجيب ظرف او حال. يعني انت بستخدم ده وانت بستخدم ده later. طيب بجيب مع such that بجيب noun اسم، مع to to عاملة زي so بجيب صفة أو ظرف. عندي enough يسبقها صفة أو ظرف ويأتي بعدها noun. فالفكرة الأولانية إيه اللي بيجي مع كل حاجة منهم؟ يبقى so that صفة أو ظرف، such بجيب noun، أوكي to تو بجيب في النص صفة أو ظرف، enough يسبقها صفة أو ظرف ويأتي بعدها noun. الخطوة الثانية بعد so و such الرابط بيبقى that، ثم بعد that جملة كاملة subject verb complement. أما تو أنت عارف إن تو بجيب فعل في المصدر. دي كده أول نقطة الشكل. طيب هسأل سؤال صغير، أنت بستخدم صفة وأنت بستخدم ظرف؟ بستخدم صفة لو الفيرب من الأفعال الوصفية اللي بجيب بعدها صفات وأشهرها على الإطلاق الفيرب to be. الفعل يكون he is so intelligent. أوكي؟ طيب أما لو أي فيرب تاني آخر غير الأفعال الوصفية فأنا بجيب ظرف، زي مثلا he speaks so fluently، هو بيتكلم بفصاحة جدا ذات لدرجة ان احنا فاكرينه نيتف. موضوع الصفة او الظرف بينطبق على so to قبل enough، ولكن such وما بعد enough الاثنين nouns. طب يا مستر انا عايز امثلة، اقول لك حاضر the exercise was so easy that I did it quickly، التمرين كان سهل جدا لدرجة ان انا خلصته بسرعة. فانا عندي هنا so easy that، been so with that get adjectives صفة، ما قلتش easily. طب ايش معنى جبت easy؟ عشان عندك الverb to be was easy، يبقى الexercise was so easy that I did it quickly، درجة ان انا خلصته بسرعة. طيب they walked so slowly، هما مشوا ببطء جدا that they missed the bus، درجة انه فاتهم الاتوبيس. يبقى هنا so slowly that، هنا المرة دي جبت ظرف. ليه جبت ظرف المرة دي؟ عشان هنا الverb walk يمشي، مش هقول يمشي بطيء، لا يمشي ببطء. يبقى so that بجيب معاها صفة أو ظرف حسب الverb اللي موجود عندي في الجملة. تاني حاجة قلنا such، such بجيب بعديها noun، فأقول it was such a day، it was such a day، يا له من يوم، كان يوم فظيع، it was such a day. طيب يبقى هنا day noun اسم، وبما ان الاسم ده مفرد ويعد فبحط قبليه a او an، اوكي حسب النطق بتاعه. طيب don't be such a fool، don't be such a fool يعني ما تبقاش احمق جدا للدرجه دي. يبقى such a fool، fool هنا noun اسم، يبقى بعد such جبنا noun. اوكي تمام. طب عايز بقى ادخل معاها لدرجه ان، فبقول it was such a hot day، it was such a hot day، لقد كان يوم شديد الحرارة،
that many tourists fainted, لدرجة ان في سياح كثيرة فقدوا الوعي. يبقى such a hot day that، يا مستر ثواني حضرتك انت قلت so بعدها صفة، طب ما في هنا صفة hot، حضرتك الاسم day وصفته بانه hot، يبقى اسمه a hot day. لقد كان يوم شديد الحرارة that many tourists fainted. طيب I have such big feet، انا رجلي كبيرة جدا، that I need special shoes، بحتاج ان انا افصل شوز على قدي. اوكي طيب ليه هنا خدنا a وهنا ما خدناش a؟ a او an ملحوظة مهمة جدا، a او an علشان استخدمها لازم يكون اسم مفرد واسم يعد. معنى كده كلمة feet جمع، لان عندي two feet مش foot واحدة، يبقى هنا جبنا such فقط. ولكن كلمة they news furniture weather equipment دي كلمات تعامل معاملة المفرد اي نعم، ولكنها لا تعد، فما ينفعش استخدم معاها a او an، لا ما ينفعش، فانا بقول على طول such مش such a. I was too busy to talk with you، انا اسف والله انا كنت مشغول جدا لدرجة ان انا مش قادر ان انا اتكلم معك. يبقى I was too busy، يبقى هنا too busy ليه هنا جبنا صفة علشان خاطر الverb to be. I was too busy to talk to you، يبقى هل انا اتكلمت معك؟ لا. يبقى هنا معنى الجملة دي كده I couldn't، انا ما قدرتش للأسف ان انا اتكلم معك. I couldn't talk with you. طيب he ran too slowly، هو جري ببطء جدا to win the race، لدرجة انه فاز ولا ما فازش؟ للأسف ما فازش بالسباق، لان too ما بعد too يفيد النفي، اللي بعد too المصدر يفيد النفي لدرجة ألا. هنا شمعنا قلنا بقى slowly ما قلناش slow بس؟ لان هنا عندنا كلمة ran، يجري بطيء ولا يجري ببطء؟ اكيد المفروض يجري ببطء، يبقى ran too slowly to win the race. طيب اما enough is this box، هل الصندوق ده big enough، هل هو كبير بدرجة تكفي to put all these pens، عشان احط فيه كل الاقلام ديت؟ يبقى big enough مش enough big، لا عايز احط بعدها noun، اقول I don't have enough money to pay for a taxi. هنا بعد enough جبنا كلمة money وما زلنا بنحط to والمصدر. اوكي يبقى تاني so that صفة او ظرف، such that اسم وممكن اوصفه مش تفرق معايا، بس اخد بالي ان such ينفع a او an لو اسم مفرد يعد، لكن اسم جمع او اسم لا يعد يبقى طبعا ما ينفعش احط لا a ولا an. طيب to صفه او ظرف في النص، ولكن بعديها الفعل في المصدر وتفيد النفي، لان ما قدرتش اتكلم معاك، هنا لم يفز بالسباق. طيب اما enough يسبقها صفه او يليها اسم، وفي الحالتين بجيب بعديها تو والفعل فين؟ في المصدر. طب هسألك سؤال يا مستر، بتلخبط في الامتحان او في الاسئلة بين احط تو الصفة ولا الصفة enough، لان جايب لي في الحالتين تو وهنا تو. هقول لسيادتك معلومة صغيرة جدا، ان دايما مع تو بجيب دايما صفة سلبية. اوكي اقول لك الامتحان كان تو ديفيكولت، كان صعب جدا، يبقى الصعوبه دي حاجه سلبيه. لكن لو عايز اقول الامتحان كان سهل كفايه لدرجه ان الناس حلته سهل، دي حاجه ايجابيه، يبقى اقول انه كان ايزي انف. لكن ما ينفعش منطقيا اقول لك ايه بقى، يا ده الامتحان كان سهل جدا لدرجه ان محدش حله، اكيد لا، ده مش منطق. ده الجزء الاساسي من القاعدة. لكن لما اجي اقول لحضرتك انا عارف ان بعد سو صفة او ظرف، بس هل يجوز ان بعد سو احط ناون احط اسم؟ ايوه، ودي ملحوظة مهمة جدا جدا. يقول لحضرتك ان انا ممكن اجيب مع سو ناون اسم، بس بشرط الناون ده ما يجيش لوحده، يسبقه ماتش وليتل لو الناون لا يعد، لو الاسم لا يعد اللي هو كتير او قليل. طيب او ميني او فيو لو الاسم يعد، لو دي مثلا ماني فلوس تبقى المفروض ماتش او ليتل كتير او قليل، كان معايا فلوس كتيره جدا لدرجه او فلوس قليله جدا لدرجه. اوكي يبقى سو ماتش ماني او سو ليتل ماني، طيب حسب المعنى اللي انت عايز توصله للي بيسمعك او للي بيقرا لك. طيب اما سو ميني وسو فيو بجيب بعدها ناون، ولكن الناون ده بيكون يعد. اوكي بمعنى كتير برضو او قليل. طيب افرض بقى انا هقول لا ماتش ولا ليتل ولا ميني ولا فيو، عايز استخدم a lot of العاديه اللي بتيجي مع الاسم الذي يعد والاسم الذي لا يعد بمعنى كتير، ساعتها لا اقول لك ساتش بقى، يبقى الاربعه دول مع سو، اما ساتش مع a lot of، و a lot of دي دماغ بيجي بعدها الاسم الذي يعد او الاسم الذي لا يعد، مش تفرق معايا. طب انا عايز مثال للقاعده ديت، اقول لحضرتك ان there where كان يوجد so many
people on the bus. كان في ناس كتيرة جدا على الأتوبيس أو راكبين آسف الأتوبيس that أخدت الأتوبيس اللي بعده أو ما لقيتش مكان. يبقى هنا جبنا مع so noun. إيه ده؟ يا مستر مش مفروض إن so المفروض بعدها صفة أو ظرف، بس طالما حطينا بعدها many أو much أو little أو few فينفع أحط اسم عادي جدا. طيب أنا عايز أشيل كلمة many بنفس المعنى اللي أنا عايز أوصله وأحط a lot of. هروح شايل many وأحط a lot of، بس المرة دي هغير so إلى such. فالجملة تقول ساعتها there were such a lot of people on the bus that أخدت أتوبيس آخر. نيجي الرقم 4. لو حضرتك عايز تتفزلك in English، عايز تفتكر نفسك ان انت شيكسبير مثلا وعايز تعمل حاجة زي العربي كده تقديم وتأخير، يقول لحضرتك في معلومة في غاية الخطورة في الأسئلة. بيقول لحضرتك إذا بدأت الكلام بسوء أو بسطش، الكلام بيأتي على شكل سؤال، فأنا بقدم الفعل المساعد على الفاعل. فبدل ما كنت بقول the exercise was so easy that I did it quickly، لا، يقول لك انت لو بدأت بso easy، بدل ما اقول the exercise was هقول was the exercise. بدل ما كنت بقول it was such a hot day، such a hot day was it. ايه ده معقولة؟ ايوه، بقدم الفعل المساعد على الفاعل، اما اللي بعد ذات بنزله زي ما هو. so easy was the exercise that I did it quickly. طب في الاخر نقطة ولا question mark؟ لا نقطة عادي. طيب هنا it was such a hot day، لا اعكس اقول بقى such a hot day was it that many tourists fainted. هي نفس المعنى بالظبط. يبقى اختصارا للكلام اللي احنا قلنا كله، انا عندي روابط بتيجي مع بعضها عبارة عن جزئين، بقول so that such that بجيب بعدهم جملة كاملة، اما to و enough to بجيب بعدهم فعل في المصدر. ده بالنسبة للتركيب. في ثلاث حاجات منهم بجيب معهم صفة أو ظرف، so that to قبل enough to. طب في اتنين بجيب بعديهم nouns أسماء، such و enough بجيب بعديهم nouns. طيب هل يجوز إن أنا أجيب مع so that noun؟ أيوة، لو تحولت إلى so many so much so little so few. أوكي، أما such مع a lot of، such مع a lot of ما تنساش الكلام ده. في أربع ملحوظات لازم تاخد بالك منهم، ودي اللي بيجي عليهم الأسئلة دايما. رقم واحد، إن بعديهم كلهم الأربع أشكال دولة ممكن أجيب في النص حاجة اسمها فور الشخص. أقولك الامتحان كان so easy for me، بس كان سهل بالنسبة لي أنا بس، بقية الطلبة كانوا زعلانين منه، فلما أحب أخصص بقول فور فلان بالنسبة لفلان. الملحوظة الثانية، إن بعد such ينفع أقول a أو an أو من غير a أو an. بجيب a أو an لو الاسم اللي بعدها مفرد ويعد، غير كده بقول such بس. الملحوظة رقم 3، قلت لحضرتك إن ينفع أجيب so و such في أول الجملة، وساعتها بقدم الفعل المساعد على الفاعل. رقم 4 والمهم جدا، إن so يجوز إن بحط بعديها noun لو حطينا so many so much so few so little، أما a lot of بتيجي مع such. دلوقتي تمسك الكتاب اللي حضرتك بتذاكر منه وتطبق على القاعدة ديت، وتشوف إيه الحاجات اللي وقفت قدامك، عشان الحلقة الجاية هتبقى حلقة الأسئلة، وهنشوف اللي انت طبقته ماشي مع اللي احنا هنحله مع بعض ولا لا. وإن شاء الله بالنسبة للناس اللي حابة إن احنا نمشي بالترتيب، إن شاء الله بعد ما خلص يونت 5 هنمشي بالترتيب، هنبدأ من يونت 2 بقى الحياد إن شاء الله ربنا يسهل ونخلص خالص مع بعض. أوكي، كان معكم ياسر جبر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.